السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد مدهوم قناة Learn English with أحمد. معنا اليوم موضوع جديد، حلقة جديدة عن Request، الطلب. Request المهم Request الطلب. معنا 12 جملة، 12 جملة بتعبر عن الطلب. طبعا ما هطول في كلامي، هدخل في مضمون هذا الدرس الأفضل. Again please أعد لو سمحت. May I take some of your time هل لي أنا أخذ من وقتك؟ No, one moment please. لحظة من فضلك. What does this mean? ما معنى هذا؟ أيضا Would you do me a favor? هل تسدي لي معروفا؟ Favor اسمها. Favor يعني معروف أو جميل. Hurry up please. أسرع لو سمحت. Number 7. Come with me. تعال معي. اللي ما شاف حلقات حروف الجر، ادخل القناة واكتب حروف الجر داخل الجمل مع حرف الجر داخل الجمل في قناتي. ابحث هذا الفيديو من داخل قناتي، هتلاقي 3 فيديوهات شرحت فيهم كل حروف الجر، وفي فيديو واحد شرحت حرف الجر داخل جمل، والفيديو الثاني برضه داخل جمل بس شرحت في فيديو شرحت 4 حروف جر داخل جمل، وفي فيديو ثانيين شرحت جميع حروف الجر لوحدهم وداخل جمل مع الترجمة. Number 8 رقم 8. May I have a look. هل لي أن ألقي نظرة. May I borrow your pen? هل لي أن أستعير قلمك؟ Would you help me in carrying this please? Would you help me in carrying this please? هل ساعدتني في حمل هذا من فضلك؟ Number 11 رقم 11. Can I have your address? هل أعطيتني عنوانك؟ Number 12 رقم 12. Where is the toilet? أين دورة المياه؟ إذا the end النهاية كوصلنا الحلقة. أحب أذكركم إنه قمت بفتح صفحة على الفيسبوك سميتها نفس اسم القناة Learn English with أحمد. هحط لكم رابط الصفحة على الفيسبوك، وهيتم وضع جميع الفيديوهات الحديثة والقديمة وكل الفيديوهات التي تم عملها على قناتي سأقوم وضعها في الفيسبوك. واللي يقول لك مثلا ما يحب تفرج على فيديوهات الفيسبوك حيث أن الشاشة صغيرة، قمت بعملية تحويل رابط الفيسبوك اليوتيوب الى فيسبوك، بحيث تم ضغط على الرابط من الفيسبوك او ضغط على الفيديو من الفيسبوك سيفتح علامة تبويب جديدة في اليوتيوب لمشاهدة الفيديو بعد 5 ثواني عد تنازله. تمام،
وإن شاء الله أتمنى إنه هذا الفيديو يكون أفادكم، أتمنى يكون نال إعجابكم، أتمنى إن عجبكم الفيديو ما تحرمونا من لايك شير سبسكرايب اشتراك في القناة ولايك عجبني وتعليق تواصل معنا في حول تطوير محتوانا إلى الأفضل، وطبعا الاشتراك في القناة أهم شيء، والشير يعني ما مهم جدا، لأني أنا مسبقا بقوم بعملية مشاركة الفيديو في تويتر وفي جوجل، لأني قمت بنشر رابط. أحب التفاعل منكم على هذا الفيديو، لأني إذا كنت شفت تفاعل منكم راح أقدم المزيد، وإن شاء الله بنوه إني ممكن إن شاء الله الفترة الجاية إذا تغير البرنامج اللي بصور فيه هقوم بعرض فيديو يعرض جميع الأفعال الشاذة الحديثة والقديمة المشهورة والغير مشهورة المعروفة غير معروفة، حوالي أكثر من 300 فعل شاذ في فيديو واحد ممكن ياخذ 40 50 دقيقة، بس هذا ممكن ينشاف على أجزاء. يعني قدمت أجزاء كثير الأفعال الشاذة ما سويت مشاهدة كبيرة، لكن هذا الفيديو لو سويته ممكن يسوي مشاهدة كبيرة، لأن في أفعال شاذة ما هي معروفة وصلتني بطرق سرية، وصلتني بطرق غير معروفة، ما غير معروفة للجميع، أفعال شاذة مرة غير معروفة ولا عمري سمعت عنها، مستخدم منها ومنها غير مستخدم. إن شاء الله إذا استخدمت غير برنامج اللي بصور فيه، إن هذا البرنامج له وقت محدد، وقت معين للتصوير، هقوم ببث هذا الفيديو بإذن الله جميع الأفعال الشاذة المعروفة غير معروفة المشهورة المشهورة الصعبة وغير الصعبة والسهلة غير السهلة وجميع الفيديوهات. أتمنى أكون ما يعني ما أزعجتكم أو ما طولت عليكم هذا الفيديو، هقوم بنهاية هذا البث الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.